عموما دحين حوريكم كيف تدخلوا على ايش قائمه طلبات فريليش. طيب هذا موقع الخاص بتوصيل الطلبات والبيك اب زي ما انتم شايفين حق ريليش. ارفعوا الشاشه عشان تقدروا توصلوا لي. طبعا لو هنا اخترنا توصيل الطلبات حتوصيل الطلبات طبعا حيكون مجاني الايام دي لاي طلب. فعندكم قائمه الطعام زي ما انتم شايفين اللي هو ايش ريليش بوتشر شوب. خلينا نخش على قائمه الطعام نشوف ايش الجديد اللي عندهم. حنلاقي اللي هو اجد شيء البرجر والسندوتشات. طبعا هذه هي قائمه البرجر والسندوتشات حنختار منها عينه وكم حبة وبعدين نوريكم هي. بس دحين ندخل الأهم من ده كله اللي هو موضوع الريليش بوتشر شوب. طبعا هذه الأمور اللي عندهم أو القائمة دي كلها قائمة نية لحوم محلية مستوردة زي ما انتم شايفين. وهذه هي الأصناف اللي عندهم. طبعا هذه أي أحد مثلا في الأجواء الحلوة دي حيقدر إيش حيقدر يطلب اللي يبغاه على حسب العدد اللي موجود عنده معاه ويقدر يشويها في البيت في الاجواء الحلوه دي. طبعا في خصم 10% متابعيني عن طريق اللي هو الواتساب. ترسلوا مثلا صوره معينه حاحط لكم اياها في بعد السنابه دي او مثلا تتواصل معنا عن طريق التليفون او الطريقه الثالثه انك تطلب عن طريق الموقع تحط في الملاحظات هنا خصم. وخلاص وتسوي متابعه للدفع وتقول له مثلا نقدا ولا ائتمان وخلاص بكذا تحصل على الخصم باذن الله بعد ما تتواصل معهم على الواتساب. او خلاص هو حيوصلهم اللي هو الطلبات حتوصلهم وحيوصلهم الملاحظه وخلاص يجيبوا لك الطلب باذن الله. وتحولت طبعا ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين الاصناف جميله ورائعه ما شاء الله وكلها مغلفه زي ما انتم شايفين. هذا كباب الدجاج الاوصال اللحم. طبعا هذا الخبز حق البرجر زي ما انتم شايفين. الخس الجبنه الطماطم البصل العيش. طبعا الاكياس الثانيه كمان سندوتشات ما شاء الله تبارك الله. اهو الشباب اهو دحين بيشوا زي ما انتم شايفين اهو وهذه السندوتشات. كيف السندوتشات؟ طبعا اوريكم كمان السندوتشات دحين بعد السنابه هذه. هذه زي ما انتم شايفين هذه السندوتشات يجي معها بطاطس ومعها صوص او الكوكتيل. يلا بالعافيه يا حلوين. صراحة شغل متعوب عليه. يعطيكم الف عافيه ريليش وشكرا لكم والله. طيب بما انه اكلنا نص لسه مشاوي باقي النص الثاني اهو زي ما انتم شايفين. ابى اسال دحين حبيبنا هاني كيف الشغل؟ والله باين من النص الاولاني شوف الله يرحمه ما عندي منه شيء. فهذا دليل انه ما شاء الله شغل ممتاز. طيب حبيبي مصطفى ايش رايك؟ 100 100 محمد ما شاء الله 100 ما يحتاج. رايد ما شاء الله ممتاز بالعافيه بالعافيه. طبعا الرد الثاني دحين جاي للشباب شوف ما شاء الله الصلاه على النبي. ابو مهند ايش رايك؟ ما شاء الله تبارك الله. نيمي تبارك الله. رامي والله 100 100 ما شاء الله بالعافيه. تسلم العافيه. صحتين وهنا على قلبي. ابو مروان صحتين وهنا على قلبي حبيبي. الله يطرح له البركه. الحقيقه شغله مره طيب والله يسعده ان شاء الله ربي يوفقه. امين الجميع. يا حبيبي يا فريد ايش رايك؟ الله يكرمك. كيف الاكل بصراحه؟ ما يحتاج ما شاء الله بالعافيه.